أحيانا يتدخل مترجمو النص اليوناني والذي أخذت عنه توراة الكاثوليك، يتدخلون في النص العبراني فيحاول المترجمون تلطيف النص أو حذف بعض العبارات منه التي يرون أنها خاطئة. وهذا الأمر تكرر في كثير من المواضع، سأضرب عليه بعض الأمثلة. في صموئيل الثاني 15:7 وردت العبارة التالية، وهي تتحدث عن خيانة أبشالوم لأبيه داود. حسب ما جاء في النص العبري، وفي نهاية 40 سنة، أي من عودته من مدينة جشور، وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب. فاستخدم كلمة 40 سنة، بعد 40 سنة. لكن هذه العبارة وجد المترجمون إلى اليونانية أنها عبارة غير صحيحة، فقاموا بتغييرها، بدل 40 سنة جعلوها 4 سنوات في النص الكاثوليكي في نسخة الرهبانية اليسوعية، ومثله في الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. فكلمة 40 سنة حذفت وصارت 4 سنوات فقط. دائرة المعارف الكتابية تقول عن سبب هذا التغيير: إن بعض الدارسين يرى أن الأصح أن يقرأ صموئيل الثاني 15:7 على أنها 4 سنوات بس، كما جاءت في النسخ السريانية والسبعينية. إذن الصحيح أنها 4 سنوات، بينما النص البروتستانتي النص الأشهر في عالم المسيحية يقول بأنها 40 سنة. أيضا في سفر صموئيل الأول 6:19 هناك حديث عن مذبحة في مدينة بيت شمس. لماذا؟ لأن أهل مدينة بيت شمس نظروا إلى تابوت الرب، فلما نظروا إلى التابوت كان خاصا ببني إسرائيل حصلت مذبحة كبيرة. سنقرأ النص كما هو موجود في توراة البروتستانت في التوراة العبرانية. يقول: ضرب أهل بيت شمس، صموئيل الأول 6:19، ضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب، وضرب من الشعب، وهنا أريد من القارئ أن يركز، ضرب من الشعب 50,000 رجل وسبعين رجل. كم عدد المضروبين؟ 50,000 و70 رجل. فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. إذن العدد المضروبين كان 50,000 و70 رجلا. هذا ما تذكره التوراة البروتستانتية. أما التوراة الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية وأصولها السبعينية، وجدوا أن الرقم كبير أن يقتل الرب 50,000 و70 إنسان لأنهم نظروا إلى التابوت. فماذا صنعوا؟ اختصروا الرقم. يقول النص: وضع أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب وقتل من الشعب 70 رجلا. 50,000 ما هم مقتولين، اللي قتل فقط 70,000، وقتل فقط 70 شخصا، وقتل من الشعب 70 رجلا وكانوا 50,000. لاحظوا ماذا صنع في الرقم، جعل 50,000 هو عدد المدينة والمضروبين فقط 70 رجلا وكانوا 50,000 رجل. فناح الشعب لأن الرب ضرب هذا الشعب ضربة عظيمة. في الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت صنعوا شيئا آخر، قالوا: ضرب الرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت العهد فمات منهم 70 رجلا. فناحوا لهذه الضربة، فأهملوا ذكر 50,000 نهائيا ولم يتحدثوا عنها. اختصروا الرقم من 50,070 إلى 70 ولم يتحدثوا عن 50,000، بينما النسخ الكاثوليكية الأخرى تجعل 50,000 تعدادا للمدينة، بينما النسخ العبرانية تقول بأن المضروبين كانوا 50,070 شخص. إذن هذا السفر موجود في توراة الكاثوليك وموجود في توراة البروتستان، لكن كما ترون هناك فارق بينهما، مع أن كلا السفرين كما يزعم بأنه من كلام الله. أيضا مثل هذا حصل في سفر صموئيل الأول 1:5، يتحدث هذا السفر عن رجل يدعى القانا ابن يريوحام الأفرايمي. هذا الرجل كان عنده زوجتين،
يقول النص صموئيل الأول 1:5: وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين. حنة هذه زوجة هذا الرجل، فأعطاها نصيب اثنين. ليش؟ لماذا أعطاها نصيب اثنين؟ لأنه كان يحب حنة. إذن القانا يحب زوجته حنة، لذلك أعطاها نصيب اثنين. هذا ما تقوله التوراة البروتستانتية. أما التوراة الكاثوليكية المأخوذة عن النص اليوناني فتقول التالي، والنص في الترجمة العربية المشتركة: وأما حنة فيعطيها حصة واحدة. هناك يقول وأما حنة فيعطيها نصيب اثنين، مرة يقول نصيب اثنين، في التوراة المشتركة الترجمة العربية المشتركة يقول وأما حنة فيعطيها حصة واحدة، مع أنه كان يحبها، مع أنه يحبها أعطاها حصة واحدة. بينما التوراة البروتستانتية تقول أعطاها حصتين. لماذا؟ لأنه كان يحبها، لأنه كان يحبها. أيضا شاهد آخر في سفر الأخبار الأول في الإصحاح 2:24، هناك مجموعة من التناقضات العجيبة أثناء حديث سفر الأخبار أو سفر الأيام كما يسميه البعض عن أشهر. النص العبري يقول التالي: وبعد وفاة حصرون في كالب أفراتة، وفاة حصرون في كالب أفراتة، ولدت له أبياه، امرأة اسمها أبياه، امرأة حصرون أشحور. إذن أشحور أمه اسمها أبياه، واسم أبيه حصرون، وولد في مدينة تسمى كالب أفراتة. النص السبعيني يختلف اختلافا تاما. تقول دائرة المعارف الكتابية: ترد هذه الفقرة في الترجمة السبعينية على النحو التالي: وبعد موت حصرون ذهب كالب إلى أفراتة. كان في النص العبري كالب أفراتة اسم مدينة، الآن كالب صار اسم شخص. ذهب كالب إلى أفراتة امرأة حصرون أبيه، فصارت أفراتة زوجة بعد أن كانت مكان، وكانت أبياه هو اسم الزوجة، الآن صار اسم الزوجة أفراتة. بعد موت حصرون ذهب كالب إلى أفراتة امرأة حصرون أبيه فولدت له أشحور. فمرة كالب أفراتة اسم مدينة، مرة صار كالب اسم رجل، وأفراتة صار اسم المرأة التي كانت أبياه. الترجمة العربية المشتركة لها رأي آخر: وبعد وفاة حصرون تزوج كالب، مش أفراتة، ابنة أفراتة امرأة أبيه، ابنة أفراتة امرأة أبيه، من اسم مكان إلى اسم شخص، والمتزوج هو ليس أفراتة بل ابنتها، فولدت له أشحور. إذن هناك مجموعة من التناقضات بين النص العبري البروتستانتي والنص الكاثوليكي المأخوذ من الأصول اليونانية. إن هذه الاختلافات وغيرها يطرح علينا السؤال الكبير: أي هذه الأسفار هو كلام الله؟ ويجعلنا نقول بأن هذا وذاك ليس من كلام الله لما فيه من الخطأ والزلل. أيضا هناك اختلافات في بعض العبارات، تجد كلمة وتجد نقيضها في النسخة الأخرى. دعنا نضرب مثلا المزمور 29:1، حسب النص البروتستانتي يقول: قدموا صغار الكباش، قدموا صغار الكباش، بينما حسب النسخ الكاثوليكية يقول: قدموا للرب عزا ومجدا. صغار الكباش أم عزا ومجدا؟ فارق هائل بين هذا المعنى وذاك المعنى، هذا من تلاعب المترجمين، فأي هذه النسخ هو من كلام الله عز وجل؟ إذن دعوتي إلى كل باحث عن الحقيقة أن يقارن بين نسخ التوراة الموجودة في الجزء المتفق عليه ليرى أي هذه النسخ هو من كلام الله عز وجل. إلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله.